والله ما تتطور مستوى، بالعكس كانت تقارن الاجيال الماضيه كانت في المنافسه كانت كبيره بين دول شمال افريقيا حتى نوعيه اللاعب. الان بصراحه للاسف تشوف معنا المغرب رغم عنده معنا امكانيات كبيره كلاعبين لكن ينقص الفريق التنظيم داخل الملعب، اللاعب بيروح بقلب، ممكن الاجيال السابقه كانت تلعب بيروح اكثر رجال في الملعب. تطور معناه كلاعب، احنا المشكله في اللاعب بشمال افريقيا ذهنيا ليس جاهز لمرحله الاحتراف، لان الان يظن ان كره قدم هي هوايه، كره قدم اختلفت الان اصبحت مهنه. يوم اللاعب شمال افريقيا يعتبر ان الكره اصبحت مهنه راح يتطور مستواه ويقدم افضل مستوياته. افضل لاعب انا يعجبني حاليا بالنسبه لي عندك زياش معناه لاعب عنده مستقبل كبير، يقدم مستويات كبيره سواء في الشامبيونز ليج مع ياكس او مع المنتخب المغربي. هذا اللاعب انا اللي نحسه انا فارق عليه بقيه اللاعبين. طبعا نحب الاخضر والابيض، انا فريق الام في ليبيا الاهلي ترابزون اخضر، احب الرجاء وان بلوس اللاعب الليبي شو اسمه اللاعب الليبي السند الورفلي يلعب في الرجاء، معناه لازم انسان ده طبيعي.